بعد عقدين من الزمان نجحت مصر في الفوز باستضافة الكيان 25 عام 2006 في محاولة للفوز باللقب. انطلقت البطولة بمشاركة 16 منتخبا وزعت على 4 مجموعات، 2 منهما على استادات العاصمة، 3 بالاسكندرية، 4 ببورسعيد والإسماعيلية. وقعت مصر في المجموعة الأولى مع كوت ديفوار أحد الفرق المتاهلة لكأس العالم على حساب المنتخب المصري والمغرب وليبيا. في افتتاح البطولة 20 من يناير 2006 اكتسح المنتخب المصري شقيقه الليبي بثلاثية نظيفة. وفي الجولة الثانية فشل المنتخب المصري في تحقيق الفوز على المغرب. أصبح المنتخب المصري في حاجة إلى نقطة واحدة للتأهل، لكنه لم يكتفي بها وثار من أفيال كوت ديفوار بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليتصدر المنتخب المصري مجموعته برصيد 7 نقاط بفارق نقطة عن كوت ديفوار، وودعت المغرب وليبيا البطولة. في ربع النهائي 3 من فبراير عام 2006 ثأر الفراعنة من زائير الكونغو الديمقراطية بعد 32 عاما وهزم الكونغو برباعية مقابل هدف، ليصعد المنتخب المصري لمواجهة السنغال في النصف النهائي 7 من فبراير 2006. كانت السنغال قد تخطت غينيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين. نجح عمرو زكي في خطف بطاقة التأهل بعد نزوله بدقيقة واحدة بعد واقعة ميدو والمعلم الشهيرة، ليتقابل المنتخب المصري من جديد مع نظيره الإيفواري في نهائي البطولة في 10 من فبراير عام 2006، وذلك وسط أكثر من 80,000 متفرج. انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي. أهدر خلالها أحمد حسن ضربة جزاء احتسبها التونسي مراد الدعمي لتبتسم ضربات المعاناة الترجيحية للفراعنة مجددا بعد 20 عام، وذلك بعد أن تصدى عصام الحضري لركلتي جزاء ليفوز الفراعنة باللقب الخامس في تاريخهم بنتيجة 3-4. بلغ السجل التهديفي الإجمالي لهذه النسخة 73 هدفا في 32 مباراة بمتوسط يصل إلى 2.28 هدف في المباراة الواحدة. حصد الكاميروني صامويل إيتو جائزة الهداف برصيد 5 أهداف، فيما حصل أحمد حسن قائد المنتخب الوطني السابق جائزة أفضل لاعب.